السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نريكم كيف يتم موبيزون وتشغيلها على حاسوب. أول حاجة هو تدخل إلى المتجر بلاي ستور، ثم تذهب إلى هنا في هذا الزر، ثم تكتب موبيزون كهذا الشكل هنا، ثم تضغط، ثم ستجد إذا كان عندك الهاتف سامسونج سوف تضغط هنا على هذه وفي هذه الأولى، ثم إذا كان عندك هاتف غير سامسونج سوف تحمل هذه البرامج، ثم تقوم بالضغط على انستال، ثم سيعطيك مثل هكذا، ثم تضغط على أوفغير. من بعد تضغط هنا ديماري، ثم تختار تدخل أو بالفيسبوك أو بالكونت جوجل، تضغط هنا ثم تكتب المود باس وتعيد كتابته مرة أخرى وحتى يتم، ثم سيعطيك هنا في حسابك يعطيك يعني كود أو رقم، ثم تدخل على هاتفك ويتم تشغيله. في حلقة محمد دحمان دوانة المحترف للمعلوميات.